كابتن سلاوي، يعني المباراه النهارده يعني مهمه اكيد للنادي الاهلي عشان خلاص عايز يخلص السلسله، مش عايز يخش في مباراه رابعه او خمسه. ونادي الزمالك بتشبث بالامل الاخير، النادي الاهلي كان افضل في المباراه الاولى، المباراه الثانيه في الكوارتر الثالث والرابع كنا اقل شويه. الحقيقه انا عايزك ابتدي بالاستوديو التحليلي بالكلام على مصطفى كيجو. مصطفى كيجو يعني كان الفتره اللي فاتت كان في كلام، كان مستواه ما كانش المستوى المعهود عنه او المعروف عنه، ولكن الحقيقه في المباراتين دول عمل فارق كبير جدا مع الفرقه بعدد الريباوند. يمكن هنتكلم على اخر مباراه، 18 ريباوند من اصل 40 ريباوند، تقريبا 50% من استحواذ الكوره جايبهم مصطفى كيجو. رايك كيف اداء مصطفى، وهل الاداء ده محتاجينه النهارده بنفس القوه ولا لا؟ طبعا طبعا طبعا. مصطفى من ساعه ما جه النادي الاهلي يمكن دوت من احسن مباريتين عملهم ونال اعجاب كنحن يعني كاستوديو تحليلي، ونال اعجاب الجمهور واعتقد مستر اوجستي، لان هو عمل مباراتين من احلى ما يمكن، استحوذ على كميه كبيره جدا من الريباوند، بتمثل 50% من ريباوند الفرقه. نعم. وده طبعا كبير، سواء انه ال 50% دول حط منهم بساكت او طلعهم بره استفادت منهم الفرقه. نعم. في هجوم تاني، فنرجو انه يستمر لان هو لعيب دولي، ونرجو انه يستمر على هذا المستوى، لان هو في مستوى ده ومع براندو ومع ايهاب مع عمرو الجندي بيتخلي المباراه فيها نوع من الطمانينه شويه. نعم. اشكرك كابتن سلاوي. خليني بس استعرض لحضراتكم بعض الارقام وكابتن طاهر راجب يعني احتاج تعليقه عليها طبعا، او يعني بعض المصطلحات الاول نعرضها مع حضراتكم. الافشنسي يعني او الكفاءه او الفاعليه، فاعليه اللعيب في المباراه، هو كان فعال قد ايه في المباراه؟ الحقيقه المباراه او الفرقه كلها بيكون ليها افشنسي، كل لاعب بيبقى ليه درجه فعاليه وبتتجمع كلها للفريق. النادي الاهلي المباراه اللي فاتت كانت فعاليته 81، كانت فعاليته 81. مين اكبر ثلاث لعيبه استحواذ على الفعاليه؟ كان رقم واحد كيجو بدون منازع ب 18 ريباوند. الريباوند والبلوكات ليها وزن عالي جدا في التقييم، اكتر من الباسكت تخيلوا. يعني النهارده وانت بتحط باسكت انت بتهدف، لا انت مش التقل بتاعها في التقييم مش زي التقل بتاع البلوكات وزي التقل بتاع الريباوند. يعني انت ممكن ما تحطش سكور كتير ولكن تجيب ريباوند كتير تبقى نجم المباراه. تخيلوا في كره السله ده فنيات، ودي الاحصائيات المعتمده من الاتحاد الدولي. يبقى رقم واحد عندنا كان في الكفاءه كان كيجو، رقم اتنين في الكفاءه براندون كان كفاءته عاليه جدا، واللي ميزه اكتر سكوره والاسيست اللي عمله، هم دول اللي علوا قوي الافشنسي بتاعه، خلاه يجي في المقام الثاني بعد كيجو ب 20. الثالث على طول ايهاب امين بافشنسي 17. الثلاثه الافشنسي بتاعهم مقرب من ال 60، يعني 60 من 81 فعاليه الفريق. يعني هم الثلاث لعيبه دول المباراه اللي فاتوا كانوا ثلثين واكثر من فعاليه الفريق. كابتن طاهر اسمع تعليق حضرتك على هذه الارقام. طبعا الاحصائيات او الباسكت هو ارقام. نعم. والمهم جدا السكاوتنج والستاتستيك دي او الاحصائيات دي مهمه جدا، بتهم طبعا المدربين وبتهم الناس الاعلاميين والناس اللي بتعمل تحليل. نعم. فانا شايف طبعا ان مصطفى كيجو لما ياخد 21 من تقريبا حاجه و80، يعني تقريبا 81 هو 81 الافيشن بتاع الفرقه كلها. 81 بتاع الافيشن زي دي لقطات يا كابتن بعد اذنك، دي لقطات من الماتش الاولاني مش من الثاني، احنا هنجيب لهم شويه يعني لقطات للساده المشاهدين من الاولاني ولقطات من المباراه الثانيه، هنجيب لقطات من المباراتين. اتفضل يا كابتن، اسف على المقاطعه بس بوضح للساده المشاهدين. لا ما فيش مشكله. فاحنا نبص نلاقيه ان هو واخد تقريبا ربع الافيشن اللي ليه في الفرقه كلها. نعم نعم. فاللي جاب له اللي خلاه يحقق الارقام دي ان هو جاب 18 ريباوند، يعني صحيح. تقريبا نص الريباوند اللي جايباه الفرقه. صحيح. واحنا زي ما ذكرنا قبل كده ان الريباوند ده عباره عن اربع نقط، لو انت قدرت تستحوذ يبقى من الفرقه اللي قدامك مش هتعمل سكند شوت، وبالتالي لو طلعت فاست بريك ايزي بول يبقى انت تقريبا عملت 4 بونت. وفي نفس الوقت ده في الديفنسيف ريباوند او في الديفنسيف الاستحواذ اللي في الدفاعي، اما في الاستحواذ الهجومي فانت بتاخدها وتحط باسكت. نعم. وبتمنع عليك فاست بريك، فرقتك يبقى تقريبا 4
بونت في الناحيه دي في الدفاعي وفي الهجوم. فعشان كده ليها وزن ما ذكرت حضرتك اه ليها وزن تقيل. خلي بالك كابتن هو اللعيب الوحيد اللي عمل بلوكات ده، هو عامل 3 بلوك الفرقه كلها مش جايبه ولا بلوك في النادي الاهلي الماتش اللي فات. كيجو لوحده جايب 3 يعني مجموع بلوكات الفرقه 3 كيجو اللي جايبهم. فالنهارده 18 ريباوند مع 3 بلوك، فدي خلته في يعني هو جايب سكور قد ايه؟ ده هو جايب 12 بونت بس مش الهداف. وفي نفس الوقت هو لاعب تقريبا 24 دقيقه. نعم يعني صحيح، مش زي 32 دقيقه اللي بتوع براندون. صحيح، مع ان براندون هو اللي فارق معاه رغم ان هو اقل برضك من كيجو حاجه بسيطه، انما عشان السكور والاسيست اللي عمله براندون في خلال المباراه، بس دي في 32 دقيقة، انما اللي انجزه كيجو في تقريبا 24 دقيقة. تقريبا. وخلي بالك يا كابتن طاهر كمان، عندما يتساوى اللاعبين في الارقام بيبصوا للاعيب اللي لعب اقل. اللاعيب اللي لعب اقل حقق الارقام دي في وقت اقل. ده بياخد فعالية اكتر. بالظبط. لانه انا حققت نفس الارقام بس في وقت اطول. ملهاش معنى، انما لما بياخد وقت اقل ويحقق الارقام دي بيتقسم على الوقت، فبتلاقي اللي بيلعب وقت اقل وارقامه كبيره لا بيبقى الافشنسي بتاعته اعلى. ونتمنى ان الموضوع ده يتم، لان يعني يتم مثلا ان شاء الله لما نفرق ونكسب النهارده ان شاء الله ونطلع للدور النهائي. ففي فرق عندها سناتر او الناس اللي بيلعبوا تحت الحلقه بيبقوا مور افكتيف وبيبقوا اطول. صحيح. من بتوع الزمالك، فيبقى الفاعليه لازم تكون بنفس المستوى مع الفرق قويه الفرق اللي هي اشكرك يا كابتن وخلينا